التوتر في الشرق الأوسط يلقي بظلاله على أسعار النفط العالمية، المخاوف من تفجر أزمة في منبع أساسي لأهم مصدر للطاقة في العالم انعكست على قيمته، لتتذبذب أسعار العقود الآجلة لخام برينت بين الصعود والهبوط بشكل لافت. جولة التوتر في المنطقة بدأت باتهامات غربية لإيران بمسؤوليتها عن حوادث تعرضت لها سفن في منطقة الخليج، وتصاعدت حدة الموقف بعد تهديدات غربية بالرد على طهران، فيما تتزايد المخاوف مع اتساع دائرة التوتر لتشمل الحدود اللبنانية الإسرائيلية. لا أتصور أن ستكون حرب، لكن لو حدثت حرب لا سمح الله، فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار، خاصة إذا تطرقت الحرب إلى مناطق إنتاجية سواء في إيران أو في منطقة الخليج العربي لا سمح الله، وهذا حتما سيؤدي إلى ارتفاع كبير، يؤدي بأسعار النفط إلى أن تصل إلى أكثر من 200 دولار للبرميل. وفي الوقت الذي تؤكد فيه إيران استعدادها التقني الكامل للعودة إلى الأسواق العالمية، فإن التوتر الأخير يضفي ضبابية على مصير المفاوضات مع طهران ورفع العقوبات عنها. وفي الوقت الذي تنفي فيه إيران أي علاقة لها بالحوادث الأخيرة، فإن البعض يرى أنها تسعى لتحسين مواقفها التفاوضية. أسباب أخرى تفرض نفسها على أسواق الطاقة، أبرزها جائحة كورونا، فرغم بدء دول أوبيك بلس ضخ 400 ألف برميل يوميا منذ مطلع الشهر الحالي للمساعدة في تعافي الاقتصاد العالمي، فإن استمرار فرض قيود جديدة في بعض دول العالم وعلى رأسها الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط يفرض تحديات جديدة على قطاع الطاقة.